استقبلنا خبر استشهاد ابننا تقريبا الساعة 11 الظهر، توجهنا لمستشفى طول كرم. وصلنا المستشفى شفنا الأولاد الخمس المستشهدين، طبعا منظر لا يوصف، عبارة عن كتلة سوداء، لا في روس لا في جرين، لحم سايح، إشي فحم فحم فحم، عبارة عن 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 كتلة لحم فحم، ما في ما بتقدر تعرف منها لا إجر ولا إيد ولا رأس ولا حاجة، فيش إشي مبين، ما في معالم مبينة نهائيا، عبارة عن كتلة لحم سوداء محطين في الأكياس وفي الثلاجات، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في اليهود وفي اللي بوالي اليهود، لأنه عمرنا ما شفنا مثل هيك منظر. يعني شو سووا شباب عمرهم 17 18 19 سنة، شو عملوا حتى تقصفهم في طيارة بالشكل هذا اللي احنا شفناه؟ أنا شفت منظر، أنا صار عمري 58 سنة في حياتي كلها ما شفت منظر مثل هذا المنظر، إشي بس ناس مجرمين اللي بيسووا هذا الإشي، مش ناس عندها دولة ولا عندها سجون ولا عندها شيء، لا، هذول ناس محترفين قتل ومحترفين إجرام، هذول ناس بيعرفوش الله، اللي بيعملوا في أولادنا بالطريقة هذه بقصفوهم بحرقوهم، يعني لو بدي ظن أحكي من هلا بكرة وصف من هلا بكرة ما بقدر. المنظر اللي أنا شفته هذا راح يموت معاي أصلا، عبارة عن خمس شباب زي الوردي، روح نفتح عليهم اسود اسود اسود، كتل لحم سودا، لا مبين ايد لا مبين ركبه، روس ما في شيء، ما في شيء تتعرف عليه اصلا نهائيا.